مرحبا أصدقائي وصديقاتي، شلونكم؟ إن شاء الله الكل بخير. اليوم راح نسوي هاي التعليقة البسيطة. طبعا هنجيب هاي المواد. أنا بالنسبة لي اختاريت خيوط رفيعة من الكتان، واختاريت اللونين الجوزي والبيجي. قطعت خيوط 10 قطع، كل واحدة طولها متر ونص. انتو تقدرون تختارون أي لون تحبوه. أول شي نسويه راح ناخذ خيطين من نفس اللون، نطبقهم سوا ونطويهم من النص بهالشكل، وبعدين ناخذهم ونعبرهم بوحدة من الحلقات بهالطريقة هاي. نعبر بالحلقة ونسحب الخيط، نعبره بهالشكل هذا بشكل عقدة. نكرر هاي العملية على كل الحلقات الموجودة وكل الخيوط اللي قصيناها. هسه راح نسوي الغرزة الفلات. طبعا راح ناخذ 4 خيوط اللي هي عبارة عن الخيطين اللي طويناها وعبرناها. نترك الخيطين اللي بالوسط ونشتغل بالخيطين الجانبية. اول شيء الخيط اليمنى راح يعبر من جوا الخيطين الوسطية، والخيط اليسرى راح يعبر من فوقهم بهالشكل هذا. ونشدهم. هاي هنا صارت عندنا نص غرزة. الخيط اليمنى عبر من جوا والخيط اليسرى من فوق. هسه نشدها زين. هاي هنا اسمها نص غرزة. زين، نجي هسه بالعكس. الخيط اليمنى يعبر من فوق الخيطين الوسطية، والخيط اليسرى يعبر من جوا الخيطين الوسطية، عكس الأولى. لازم تكون عكسها، لأنه إذا سويناها باستمرار نفس الاتجاه راح يبرم عندنا الغفيرة، راح تبرم عندنا، فنسويها بهالشكل ونكرر. هسه هذه صارت غرزة كاملة اللي هي اسمها فلات. راح أقولكم الغرزة الفلات راح تعرفوها، اللي هي أول شيء اليمنى جوا واليسرى فوق، وبعدين يسرى جوا ويمنى فوق. هسه احنا خلصنا سويت غرزتين فلات، وبعدين عبرت هسه هاي الخرزة بالخيطين الوسط. أرجع أسوي غرز فلات بنفس الطريقة، نفس الشيء. إلى أن أوصل، أستمر إلى أن أوصل بمستوى العقدة اللي بصفها. أريد هذا الخطوط كلها تصير بنفس المستوى. لما سويتها كلها بنفس المستوى وخلصتها، راح أسوي الجهة الثانية نفس الشيء، نفس اللي سويناه بالبداية. هسه كملنا وصارت كلها بنفس المستوى. راح ناخذ اول خيط من اليمين ونسويه افقي بهالشكل، وراح نلف عليه كل الخيوط اللي عندنا. كل خيط يلف لفتين بهالطريقه هاي. ناخذ الخيط الاول ونفره بهالشكل، نعبره من جوا الخيط الافقي بهالطريقه، فرازين وانتبه حتى ما يفلت. كل خيط يلف لفتين، هاي الأولى وهاي اللفة الثانية، يعبر من جوا الخيط الأفقي من فوق نفسه.
هذا اللف لفتين خلاص، ناخذ الخيط اللي بعده نكمل بنفس الطريقة لكل الخيوط. كل خيط قلنا لفتين، هاي اللفة الأولى وبعدين نلف اللفة الثانية. هاي اللفة الثانية. نكملها كلها للأخير بنفس الطريقة. هسه راح نعبر خرزة بالخيط الأفقي حتى لا يصير عندنا فراغات بين مجموعة ومجموعة. الشكل هذا لما عبرناها راح نبدي نلف بالخيوط البيضة أو البيجي. ناخذ الخيط الأول ونلف لفتين ونستمر مثل ما سوينا بالنسبة للمجموعة الأولى. بعد ما كملنا لف كل الخيوط هسه صارت عندنا الجهة اليسرى 5 خيوط والجهة اليمنى 3 خيوط، فلازم نرجع الخيط مثل ما كان 4 خيوط ب4 خيوط حتى لا يصير عندنا الجهة اليمنى ما تشبه الجهة اليسرى. أنا أفضل نرجع بغير خيط مو بنفس الخيط اللي جبناه من الجهة اليمنى حتى لا يصير عندي فرق هواية بطول الخيط، لأنه إحنا أساسا هسه هذا الخيط قصر جبناه من اليمنى لليسرى، فأني اختار خيط ثاني واعبر به للجهة اليمنى والف عليه كل الخيوط بنفس الطريقة بس بالعكس. كل خيط لفتين مثل الاول نفسها، نعيدها لكل الخيوط بس هالمرة ما راح اخلي خرز بين مسافة ومسافة، ما يحتاج لانه خلينا بالمجموعة الاولى. شوفوا نلفهم بنفس الطريقة مثل ما سوينا من اليمين لليسار، هسه من اليسار لليمين. هاي اللفة الاولى للخيط الاول واللفة الثانية. نستمر بكل الخيوط للأخير. هسه راح نسوي نقشة، راح تعتمد همينة على الغرزة الفلات. أول شي راح نسوي فقط باللون الجوزي غرزة فلات اللي هي اليمين من جوة الخيوط الوسطية واليسار من فوق الخيوط الوسطية، هذه هالف نص غرزة. وبعدين نسوي بالعكس، نضبها زين أول وبعدين بالعكس اليمين من فوق واليسار من جوة. فقط هسه بالخيوط الجوزية ونعوف الخيوط البيضة أو البيج. غرزة واحدة نترك الخيط الأبيض نعبره وناخذ الخيط الجوزي ونسوي غرزة واحدة. هسه نسوي المجموعة الثانية اللي هي نترك الخيطين الأولى الجوزية خليهم على جهة وناخذ الخيطين الثانية وياهم خيطين بيجي، فراح يصير عندنا بيجي وجوزي ونسوي غرزة فلات اعتيادية بس تكون شوية نازلة عن مستوى الغرزة قبلها اللي هي بس اللي كانت بس جوزي. نلفها اعتيادي بالطريقة العادية، اليمنى جوا واليسرى فوق وبعدين بالعكس اليمنى فوق واليسرى جوا.
in a half. وبعدين نكملها. مينا هذا السرة راح يكون غرزة واحدة بيجي وجوزي. نكمل بيجي وجوزي، نوخر هاي على جهة وناخذ اللي بعدها بيجي وجوزي، نكملهم للأخير نفس الطريقة. ورا ما خلصنا البيجي والجوزي راح نبلش نعيد مرة ثانية السراوات نفسها. نبلش أول شي بالجوزي وحدة نكمله، وبعدين نسوي بيجي وجوزي مثل الأول. بعد ما خلصت صارت عندي بهالشكل هذا، أربع غرز جوزي وأربع غرز بيجي وجوزي. زين هسه راح ألف الخيوط بهالشكل مثل ما لفيناها على الخيط الأفقي، بس ما راح أستعمل الخيط، راح أستخدم هذا الشيش الخيزران اللي هو شيش مال شوي عادي، أرفع شيش جبت. زين راح ألف عليه الخيط، والزيادة اللي عندي راح أقصها. زين بعد ما ألف الخيط طبعا بهذا الكتر، زين راح ابدي مثل ما سوينا من سوينا خيط افقي ولفينا عليه، راح نلفها نفس اللفه بس على الشيش نفس الطريقه، لفتين كل خيط من جوا الشيش بهالشكل، لفها تدخل من جوا الشيش. هذا الخيط الاول لفيناه لفتين، ونكمل كل الخيوط بنفس الطريقة، نعدله ونشوف شنو، لنخليه يسحب خارج حدود الضفيرة الفوقة. هسه ناخذ الخيط الثاني ونفس الحال نلفه لفتين، طلع من جوا الشيش. هسه الطرف نحط بيه خرزة حتى الخيوط لا تسحف ولا تطلع، لا يطلع الشيش من الخيوط وتفلت. فأي خرزة عندكم، أنا بالنسبة لي حستخدم هاي الخرزة الزرقاء لأنه عندي هي تكفي تفوت بالشيش، حتى لو ما تفوت تقدرون عادي تلزقوها، بس أنا همينة راح ألزقها حتى لا تفلت ولا توقع. أخلي لها هذا السوبر جلو اللي يلزق بسرعة طبعا لأنه هو يا البخاخ اللي يسرع الجفاف. أوصلها ويا الحافة، بعدين أجففها بالمجفف. هسه نسوي الجهة الثانية، نثبت الخيوط صح، نجيب الخرزة نقيس ايش قد المسافة اللي عندنا، ونقص الزايد. الكتر هذه كتر مال الويارات عاجية، نلزق هذه نجففها وخلاص. هسه عندنا هاي المرحلة، احنا هسه بقت عندنا هاي الخيوط كلها، اللي يريد يستمر يسوي نقشات بكيفه، انا بالنسبة لي اكتفيت. راح اسوي شيء
أعبر بها خرز بشكل عشوائي، وبعدين أقص هذا الزايد، زايد اللي هو نوصل ويا أقصر خيط عندنا. هاخذ الخيط الأول وأعبر بيه خرز بشكل عشوائي مو منتظم نهائي، شلون ما يعجبكم، بس أني جوا كل خرزة أعقد عقدة حتى أضمن إنه هي توقف بهذا المكان، ما تظل تنزل لي جوا، عشوائي بحت. لا تلتزمون بشكل معين، اللي يعجبه يلتزم بنمط براحته، بس أنا أفضل إنه تكون عشوائي أحلى. هسه خلصنا، نساويهم هسه بالطول، نعدلها ونقص الزايد. هذا المقص صغير طبعا ما راح يفيد، نجيب مقص اكبر ونقص بمستوى اقصر خيط. قصينا الزايد، شيل هاي الغراسات اللي ثبتهم، انا اخلي هاي الغراسات المعدنية بس حتى لا تنخبط الخيوط وتتعقد وتضوجني. هسه هنا أنا بهذا الفراغ راح اخلي هاي السبع عيون، وهم انا راح استعمل السوبر جلو، هذا يلزق بسرعة، يعني اشوفه جدا عملي. هسه اخذ اطول خيطين بقت من الخيوط اللي قصيناهم جوا، اني ما احب التبذير بهاي الاشياء. اذا ما بقى عندكم خيطين طولها زين عادي تقدرون تقصون خيوط جديده، تاخذون الخيط تعبروه بالحلقه وتعقدوه بهالطريقه هاي، بس على مود لا يتحرك ويفلت من مكانه. هاي حتى دا نسوي تعليقة نعلقها حتى على الحائط. زين ناخذ الجهة الثانية نفس الطريقة، نعقدها ونعقدهم سوا حتى يصيرون عندنا بشكل مثلث، حتى نقدر نعلقها بأي مسمار. هسه بالنسبة للطرف مال الخيوط، حتى لا تظل عندنا معوجة بهالشكل هذا وتنزل بشكل عدل، راح اخلي خرزة نهاية كل طرف. انا ما خليتهم بالبداية، انتظرت قصيت حتى اوحد الطول وبعدين اعلق الخرزات، اريد الخرزة يكون بيها شوية ثقل حتى تنزل الخيط عدل لينزل معوج عندي. نفس الخرزة نفس الحجم لكل الخيوط. هيك تكون كملت التعليقة، وإن شاء الله تكون عجبتكم، وأي سؤال عندكم أنا حاضرة. ولا تنسون تتابعوني على اليوتيوب والتيك توك والإنستغرام، وحساباتي موجودة بالديسكريبشن جوا الفيديو.